بخير. هنعمل مراجعة سريعة بس على السي او بي دي. قلنا هنعرف ايه، هنعرف الديفينيشن والريسك فاكتور والكلينيكال بيكتشر والدايجنوزس والتريتمنت والكومبليكيشن والكوموربيديتي والديفرنشال دايجنوزس. اول حاجة يعني ايه سي او بي دي؟ سي او بي دي قلنا اختصار اللي هي كرونيك اوبستراكتيف بالموناري ديسيز، يبقى ده اختصار لسي او بي دي، كرونيك اوبستراكتيف بالموناري ديسيز. هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان اللونج او الاير واي كله حصل له اوبستراكشن، يبقى حصل اوبستراكشن في الاير واي، وهو بيكون عبارة عن بريفنتابل وتريتابل ديسيز، يبقى انا ممكن امنعه وممكن اعالجه. يبقى بريفنتابل وتريتابل ديسيز كاركترايزد باي بريزيستنت اير فلو ليميتيشن. يعني ايه؟ يعني الاير فلو اللي هو داخل هيلاقي صعوبة وهو داخل وهو خارج، والمشكلة وهو خارج هتكون اكتر، عشان هو دخل وخلاص وهو خارج بقى هتلاقي الممر هيكون ضيق قوي فمش عارف يخرج. تمام، يبقى بريزيستنت اير فلو ليميتيشن. بروجريسيف يعني بيزيد، واسوشيتد مع انهانسد كرونيك انفلاماتوري ريسبونس. يعني ايه؟ يعني ما اللنج تتعرض مثلا لجازس او اي بليوشن او السموكنج اكتر حاجه هتعمل انفلاماتوري ريسبونس. الانفلاماتوري ريسبونس دي عباره عن ايه؟ ان الميوكوز المصل لير هتحصل لها هايبرتروفي، والساب ميوكوزا هيتجمع فيها انفلاماتوري سيل، وبالتالي لو اليومن كان كده مثلا في الاول، لا بقى هو كده بقى، يبقى كده حصل له ايه؟ حصل دي او حصل اوبستراكشن، وبالتالي حصل السي او بي دي. السي او بي دي ده عباره عن مرضين، هو كرونيك برونكايتس مع انفيزيما، يعني هما ميكس مع بعض كده. طب يعني ايه كل واحده فيهم؟ الكرونيك برونكايتس ده يعني كف، هو كرونيك كف، بس الكف ليه صفه معينه. ايه هو الكف بقى بتاع الكرونيك برونكايتس؟ بيكون ديلي او موست ديز، يعني كل يوم مثلا او معظم الايام، بس بيكون في 3 شهور متتاليه في سنتين متتاليين، يبقى 3 مانثس انتو سكسيف يير. تمام كده، يبقى 3 شهور في سنتين. طب الانفيزيما فيما معناه ان الالفيولار كل الالفيولاي كده مثلا، لا الالفيولار وول دي حصل لها ديستراكشن وبقت كوحده واحده كده، فحصل ايه؟ انلارجمنت. يبقى هي عباره عن ابنورمال وبيرمننت انلارجمنت للاير سبيسز. الاير سبيسز ديستال للتيرمينال برونكيولز اللي هي الالفيولاي، اكومبايند باي ديستراكشن للاير سبيس وول، بس ما بيحصلش فايبروز. تمام، وزود اني فايبروز. طيب بعد كده ايه هي الريسك فاكتور بتاع السي او بي دي؟ احنا خلصنا الديفينيشن وقلنا هي عباره عن مرضين كرونيك برونكايتس وانفيزيما. الريسك فاكتور اهم حاجه واشهر حاجه اللي هي السيجاره سموك، يبقى ده اهم واحده. تمام، في بقى حاجات تانية كتير، اي بوليوشن باي نوع، سواء كان اوكيوبيشنال حد بيشتغل في مصنع او حاجه، انفايرومنتال توباكو سموك، اندور او اوت دور، البوليوشن كل البوليوشن بكل الصور بتاعها. في حاجات جينيتك زي الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي، اي انفكشن ممكن يؤدي للسي او بي دي، والسوشيو ايكونوميك ستيت زي مثلا البور فنتيليشن والحاجات دي. ايه هي الكلينيكال بيكتشر؟ الكلينيكال بيكتشر سيمتومز وساين. السيمتومز اللي العيان هيجي يشتكي بيها، الساينز اللي انا هشوفها او الدكتور هيكتشفها وهو بيكشف على العيان. ايه هي السيمتومز؟ في كاركترستيك سيمتومز، 3 كاركترستيك سيمتومز لازم يكونوا موجودين في عيان السي او بي دي. ايه هو؟ اول حاجه الديزنيا، هيجي يقول لك انا مش قادر اخد نفسي، يبقى ديزنيا. هي بتكون بروجريسيف يعني بتزيد، وبريزيستنت وبتسوق قوي ومع الاكسرسايز، يعني بتزيد قوي مع الاكسرسايز. تاني حاجه ان هو بيكون في عنده كرونيك كف. الكرونيك كف ممكن يبقى انترميتنت او امبرودكتيف، ممكن يبقى معايا سبيوتم او لا. تمام، السبيوتم بقى السبيوتم بتاع السي او بي دي يعني مش موجوده في المحاضره بس اعرفوها، بتكون سمول اماونت وبيكون ميوكويد او ميوكوبيرلنت، بيكون لونه ابيض، بيكون اودرلس ملوش ريحه، عشان في امراض تانية بيكون فيها اوفنسيف اودر، ونوت تشينجد باي بوزيشن. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عملت ليننج فورورد نمت لقدام، او نمت على الجنب السليم او الجنب المصاب، ما بيتاثرش بده كله بالبوزيشن بتاع البادي. تمام، يبقى دول كاركترستيك سيمتومز، ديزنيا، كرونيك كف، وكرونيك سبيوتم. في حاجات تانية او ممكن يجي يشتكي بيها، زي مثلا ممكن يجي يشتكي بويزن، هو عنده تزييق، شيست تايتنس اللي هو حاسس ان صدره طابق عليه او مش قادر ياخد نفسه، يعني ويت لوس هيفقد وزن كتير، وريسبيراتوري انفيكشن هيبقى في ريكورنت انفيكشن في الشيست. الساينز بقى لما نيجي نتكلم عن الساين في كل امراض الشيست هنقول ايه؟ هنقول انسبكشن بالبيشن بيركشن اوفكولتيشن. اول حاجه الانسبكشن، انا هشوف ايه؟ هشوف الشكل بتاع الشيست، هلاقيه بارل شيبد شيست.
الشكل هلاقيه ايه؟ بارل شيبد شيست، وهلاقي في حاجات تانية بتساعد ان الاكسبيريشن يحصل، زي ما قلنا في ايروي اوبستراكشن او الايروي بعديه، فالهواء وهو خارج هيلاقي صعوبه. ففي حاجات الشخص بيعملها تلقائي كده عشان يقدر يخرج نفسه، عشان يقدر ياخد نفسه يعني، او يحسن الديزنيا اللي عنده. ايه هما؟ اول حاجه بيشغل الاكسسوري ماسل. احنا عارفين الاكسبيريشن ده عمليه باسيف، ما بتحتاجش مجهود او ما بنشغلش مصل معاه، لا هو هيبدا يشغل الاكسسوري ماسل، لان الاير واي بقى ضيق هو مش قادر يخرج نفسه، فبيشغل الاكسسوري ماسل عشان تساعده ان هو يخرج نفسه. تاني حاجه، اما الاير واي بقى ضيق هيبقى الاكسبيريشن برولونجد، يبقى هيزيق يعني، عبال ما بيخرج نفسه هياخد وقت، يبقى برولونجد اكسبيريشن. هيبقى فيه بروزد ليب يعني ايه؟ اكن ضم شفايفه كده عشان يقدر يخرج النفس، تمام. هيبقى فيه ريتراكشن في اللور انتركوستال سبيس، يعني لو جينا شفنا وهو بياخد نفسه هتلاقي السبيس اللي في الريبس اللي تحت، اللي ما بين الريبس اللي تحت مع الانسبيريشن وهو بياخد النفس، هتلاقيهم دخلوا لجوه، ريتراكشن يعني دخلوا لجوه كده، تمام. يبقى هيبقى فيه ريتراكشن. تريبوت بوزيشن هنشرحها دلوقتي. يعني ايه تريبوت بوزيشن؟ التريبوت بوزيشن ديت البيشنت زي الصوره كده بالظبط، هيبقى قاعد مايل لقدام والارمز بتاعه ستريتشد، وساند كل وزنه يعني على متركزين على القلبه وعلى البلم، تمام. يبقى هو زي الصوره كده بالظبط. طب ليه القعده ديت هتحسن له او هيقدر ياخد نفسه معاها او هتحسن الديزني؟ يبقى البيشنت ويز اند ستيج كرونيك سي او بي دي، وزين دي ستيج سي او بي دي، هيبقى ايه؟ هيقعد في التريبوت بوزيشن ديت ليه؟ عشان ريليف الديزنيا، يبقى عشان يحسن النهجان اللي عنده ويقدر ياخد نفسه. بيكون قاعد ازاي بقى؟ الليننج فورورد مايل لقدام، والارم اوت ستريتشد، وسبورتد، والويت وزنه كله بيبقى سبورتد على الايه؟ على البلم والقلب زي الصوره كده. طيب بحاجة كده خلصنا الانسبكشن. بالبلبيشن، في البلبيشن احنا بنعلق على كذا حاجه، اهمهم التي في اف اللي مذكوره بس عندكم. بنعلق على الحاجه التراكيه، بنشوفها سنترال ولا شيفتد، وبنعلق على التندرنس، وبنعلق على البلبه والويز، لو في ويز انا هل حسيها ولا لا، وبعلق كمان على الاكسبانشن. ده كله في البلبيشن، بس هو ذكر التي في اف بس. تي في اف ده اختصار لايه؟ اختصار لتكتايل فوكال فريماتس. يعني ايه؟ يعني الصوت بتاع الفوكال كورد، الاهتزاز بتاع الفوكال كورد ده انا ممكن احسه وممكن اسمعه. لو حسيته على الشيست وول ده اسمها تي في اف، طب لو سمعته بالسماعه على الشيست وول ده اسمها فوكال ريزونانس، فوكال ريزونانس، تمام كده. طب في التراكيه التي في في السي او بي دي، التي في اف بيكون ايه؟ بيكون ديكريز باي لاترال، يعني في الناحيتين بيكون قد بعض بس بيكون قليل، تمام كده. البركشن، لما اجي اعمل بركشن على اللنج هحس بايه؟ اللنج احنا قلنا في الانفيزيما ان الالفيولور بتحصل لها ديستراكشن، وبتكون الالفيولاي واحده كده، فبتتجمع عمال يتجو، والهواء عمال يدخل ومش عارف يدخل يخرج، فالهواء عمال يتجمع، فاللنج اتملت هواء. تخيل كده انت بتخبط على هواء، هتسمع ايه؟ هتسمع صوت كده مش مكتوم يعني، يبقى اسم الصوت ده اسمه هايبر ريزونانس. اما لو جيت خبطت مثلا على حاجه فيها فلويد او باص او حاجه، هتلاقي صوت مكتوم كده اللي هو ده اسمها ضل، تمام. يبقى اللنج هنا بتكون ايه؟ هايبر ريزونانس. وبقى ان في انفيزيما وفي هواء، واللنج كبرت ومليانه بالهواء وعماله تكبر وتضغط على الاستراكشر اللي حواليها كلها، فهيكون ديبريسد دايفريم، الدايفريم نزل لتحت، وهيكون الكاردياك دلنس في حته اسمها بير اريا كده بتكون ضل، تمام. لا اللي هو اللنج كبرت غطت عليها، فبقت اتحولت الدلنس ده لايه؟ لريزونانت برضو، تمام. يبقى في ابسوليوت كاردياك دلنس، يعني الكاردياك دلنس مبقاش موجود، اتحول لايه؟ لريزونانت. يبقى بقى في هايبر ريزونانس وديكري وديبريس دايفريم، الدايفريم بقى لو فلات دايفريم، ودمنيش اير، والاريا بتاع البير اريا بتاع الهارت بقت ايه؟ بقت ريزونانت هي كمان. بالاوسكلتيشن لما اجي اسمع بقى هسمع ايه؟ هسمع اول حاجه، انا بعلق على لما اجي احط السماعه كده واسمع، هعلق على ثلاث حاجات. اول حاجه البريس، الاير انتري، الهواء اللي داخل واللي خارج دول كويسين ولا لا. بعد كده البريس ساوند، هو نوع البريس ساوند ده ايه. وبعد كده لو في اديشنال ساوند، الاديشنال ساوند دي زي مثلا بلول الرب ده مش بنسمعه قوي، واللي بنسمعه الويز والكراكلز او الكريبيتيشن. هنسمع ايه بقى في السي او بي دي؟ احنا قلنا في اوبستراكشن، فهنسمع البريس ساوند هيبقى ريديوسد بريس ساوند. طب نوع البريس ساوند ايه؟ هو بيكون فيزيكولار عادي بس برولونجد ويز برولونجد اكسبيريشن، يبقى فيزيكولار بريزنج ويز برولونجد اكسبيريشن.
طب ايه الاديشنال ساوند اللي ممكن اسمعها؟ ممكن اسمع ويز اللي هو التزييق ده، واسمع كراكلز اللي هي الكريبيتيشن. الويز ده صوت التزييق اكن حاجه بتزيق، والكراكلز اكن صوت الشيشه اللي هي الكركره بتاع الشيشه ديت، دي الكريبيتيشن بالظبط نفس الصوت. تمام، يبقى احنا كده خلصنا سيمتومز وساين، يبقى كده خلصنا الكلينيكال بيكتشر. نخش على الدايجنوستس، ازاي اعمل دايجنوستس لحاله سي او دي؟ في حاجات كتير، اهمهم اللي هو البلمونري فانكشن تيست. هعمل بالمونري فانكشن تيست عشان اشوف الفرصه اكسبيراتوري فوليوم 1 على الفرصه فيتال كاباسيتي. هل لو لقيت اقل من 70 ده بتكونفيرم ان الحاله دي سي او بي دي. تمام، وبرده السبايرومتري ده مهم برده عشان استبلش الدايجنوزس، عشان برده اقيس الحاجات اللي هي الايه الفوليومز والكاباسيتي بتاع اللنج. طيب بعد كده الشيست اكس راي، الشيست اكس راي في الكرونيك برونكايتس مش هتفيدنا قوي، يعني مفيش علامات مميزه للكرونيك برونكايتس الا بس ممكن تلاقي اللنج ماركينج، هتلاقيها زايده اللي هو البرونكو فاسكولار مارك، العلامات بتاع البلاد فيسلز في اللنج هتلاقيها زايده شويه، لكن هي مش مهمه. الشيست راي في الشيست اكس راي في الانفيزيما مهمه جدا، والعلامات اللي بتلاقيها مهمه برضو قوي. بنلاقي لو في انفيزيما، يعني لو في انفيزيما هنلاقي ايه في الشيست اكس راي؟ هنلاقي احنا قلنا الانفيزيما اللنج اتملت هوا، اللنج كبرت، هتزق الديافرام لتحت، هتزق كل حاجه حواليها بقى، فهتزق الديافرام لتحت، فهيبقى فلات ولو ديافرام، لو ديافرام زقته لتحت وفلات، يعني ما بقاش ليه القبه بتاعته دي، لا بقت فلات. تمام، الانتركوستال سبيس هتلاقيها وسعت خلاص بقى، هي مثلا بقى كان كده، كان السبيس كده والرب كده، لا بقت كده بقى، الدنيا وسعت وكبرت بقى، فبقت الرب كده والسبيس وسعت كده. تمام، يبقى الديافرام نزل لتحت وبقى فلات، السبيسز بقت وايد. تمام، يبقى كده دول اتنين. تمام، الريب نفسها بقت ايه؟ بدل ما كانت اوبليك كده، دي كده النورمال الشيب بتاعها، لا بقت هيروزونتال، بقت ايه؟ هيروزونتال. الهارت نفسه، الهارت مثلا كان المفروض يبقى كده، كان بيبقى مرسوم كده عادي. تمام، لا هو اللنج كبرت وضغطت عليه فبقى كده، بقى ريبون شيب كده، اكنه شكل الشريط لونج وسن، بقى لونج وسن، بقى شكله كده بالظبط، بيكون شكله كده بالظبط في الاكس راي. تمام، واخر حاجه ان المفروض بيكون في النص كده في علامات البلود فيسلز بتاع اللونج، لا هو هنا اللونج اتملت هوا، الهوا ده بيبان في الاكس راي اسود، بيكون حاجه اسمها بتبقى اسمها هايبر ترانسليوسنت، فالسواد ده غطى على البرونكو فاسكولار ماركينج ديت، فبقتش موجوده، يبقى ديكريز الماركينج اوف لانج بريفرال فيسلز، الفيسلز مبقتش موجوده لان السواد بتاع الاير ده غطى عليها. تمام، وبعد كده ممكن اعمل لابوراتوري اكزامينشن، يبقى انا كده خدت اللي هو السبايروميتر وفرصه اكسبيراتوري فوليوم مول على فرصه فيتال كاباسيتي، وخدت الشيست اكس راي، وتالت حاجه بقى اللابوراتوري اكزامينشن، ده كله في الدايجنوزس. ممكن اعمل بلاد اكزامينشن او سبيوتم اكزامينشن. لو بلاد اكزامينشن هنلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه اليوكوسايتوزس. طب السبيوتم اكزامينشن هشوف بقى لو في اورجانيزم معين زي مثلا الستريبتوكوكال، الهيموفلاس انفلونزا، الكليبسيلا، المورجزيلا، هلاقي الاورجانيزم اللي موجود في الزيوت. تمام، ممكن اعمل اخر حاجه بقى ممكن اعملها في الدايجنوزز ارتيريال بلاد جيز. يبقى احنا كده قلنا الدايجنوزز ايه؟ قلنا السبايروميتر عشان نشوف الفرصه اكسبيراتوري فوليوم 1 فرصه فيتال كاباسيتي، قلنا بعد كده الاكس راي، الشيست اكس راي مهم قوي في الانفيزيما، قلنا بعد كده اللابوراتوري اكزامينشن سواء كان بلاد او سبيوتم، واخر حاجه اللي هو الارتيريال بلاد جيز اي بي جي. تمام، الارتيريال بلاد جيز هنلاقي فيه ايه؟ هو الدنيا ضاقت عنده، فالهواء اللي داخل بيكون قليل ومش عارف يخرج الهواء. تمام، الهواء اللي داخل بيكون قليل، يبقى مش هياخد اكسجين كويس، يبقى عنده هايبوكسيا، يبقى الاكسجين ايه؟ قليل. تمام، السي او 2 بقى، السي او 2 ديت لا مش هنقول يعني مش قليل او زياده، بس هنقول هو كان لسه بادئ، يعني لسه بادئ السي او دي، لسه بدات الدنيا تضيق، ولا هو بقاله كتير، بقاله فتره؟ لو لسه بدأ الدنيا تضيق وكده خلاص هو هياخد هواء اه بس مش كتير، فهيكون عنده هيبوكسيا، بس هو عارف يخرج السي او 2، عدم عارف يخرج السي او 2 يبقى هو كده هيبقى نورمال. طب هي الدنيا ضاقت قوي ومش عارف يخرج السي او 2، فالسي او 2 عمال يتحوش جوه، فيبقى هيبقى عنده هايبر كابنيا، هيزيد. تمام، يبقى امتى يزيد السي او 2؟ ده في الاخر بقى. تمام كده، يبقى عنده هيبوكسيا وهايبر كابنيا، ده لو ايه؟ لو لو الاوبستراكشن بقى ضيق، او ان هو مش عارف يخرج السي اي 2. طيب احنا كده خلصنا الديفينيشن، سيمتومز، السيمتومز والساين، كلينيكال بيكتشر والدايجنوز، التريتمنت هعالجه ازاي؟
في لاينز كتير للتريتمنت. اول حاجه اللي هو برونكو دايريتور من اسمها، هو احنا قلنا الاير واي حصل له اوبستراكشن، فانا هدي اوسعه برونكو اللي هو البرونكاي ودايليتور. انا هوسعها ازاي؟ في ثلاث حاجات، لا اما بيتا تو اجونست، لا اما انتي كولينرجيك ايجنت، لا اما السايوفيلين. البيتا تو اجونست دي نوعين، في شورت اكتنج ولونج اكتنج. الشورت اكتنج اهم حاجه السالبيوتامول، وفي التربيوتالين كمان، واللونج اكتنج في السالميترول والفورميترول. تمام كده، ده بالانتي كولينرجيك. انتي كولينرجيك اشهر حاجه زي الابراتروبيوم، وفي التايوتروبيوم برضو. طب السايفولين، السايفولين ده هو كبرونكو دايريتور مش حلو، بس انا بديه عشان هو ليه انتي انفلاماتوري ريسبونس، واحنا قلنا ان بيحصل الاول بيبقى فيه في انفلاماتوري ريسبونس بتحصل، فده انتي انفلاماتوري فبيقلل العمليه شويه. يبقى السايفولين بديه كانتي انفلاماتوري عشان ليه انتي انفلاماتوري بروبرتيز اكتر من ان هو برونكو دايريتور. تمام كده. تاني لاين في التريتمنت الجلوكوكورتيكويد. الجلوكوكورتيكويد ده بديها ازاي؟ بديها في صورة انهاليشن، يعني اللي هو بيشمها كده، مش بديها سيستميك. ليه؟ لان الكورتيكوستيرويد لها سايد افكتس كتير. تمام، فما بديهاش سيستميك عشان امنع السايد افكت دي او اقلل السايد افكت دي، فبديها انهيلد. وبديها امتى؟ لما الفرصة اكسبيراتوري فوليوم 1 تكون اقل من 50%. طب انا ممكن ادي بقى كومباينيشن سيرابي. يعني ايه كومباينيشن؟ اجمع الحاجتين اللي انا قلتهم مع بعض. هو ايه اللي انا قلته؟ لا اما برونكو دايريتور، لا اما ايه، لا اما جلوكو كورتيكويد. انا هديهم مع بعض بقى، فهديله لونج اكتنج بيتا 2 اجونست، وهديله كورتيكوستيرويد الاثنين مع بعض. امتى؟ لما يكون لو في البيشنت اللي عندهم الفرصه اكسبيراتوري فوليوم 1 اقل من 50%، ممكن اجمعهم الاثنين دول مع بعض. والكورتيكوستيرويد اداها انهيل زي ما احنا متفقين. في حاجات تانية بقى سريعا كده عرفوها اسامي، بتستخدم كعلاج يعني، بس اهمهم الاكسجين ثيرابي، هو المفروض اصلا يبقى الفيرست لاين اوف تريتمنت. تمام، عشان عنده هايبوكسيا زي ما قلنا. يبقى ده اهمهم الايه؟ الاكسجين. في حاجات تانية بقى زي الانتي اوكسيدنت، الميوكوليتيك عشان لو في سبيوتم او حاجه ادوبه، الفوسفودايستريس انهيبيتور، انفلونزا فاكسين، اعمل بالمونري هيبيتيشن، اهتم بالنيوتريشن بتاعته، او اوقف السموكينج او اقلله، والسيرجري بقى لو ده كله ما ينفعش اعمل لنج ترانسبلانتيشن. ايه هي الكومبليكيشن اللي بتحصل من سي او بي دي؟ هما كتير، بس اهم حاجه الاربعه دول اللي هما نيوموثوركس، كوربالمونات، واكسربيشن اللي هي السي او بي دي تزيد او تجيله بصوره مستمره، وريسبيراتوري فيلير. يبقى نيوموثوركس وكوربالمونات وريسبيراتوري فيلير والسي او بي دي. بعد كده ايه هي الكوموربيديتيز، او اللي هو يعني لو حد عنده سي او بي دي ممكن يجيله الحاجات ديت بصوره اكتر من الانسان الطبيعي، اللي هم ايه؟ كارديو فاسكولار ديزيز. الاوستيوبوريسيس ديت بتيجي نتيجه العلاج اللي هو زي الكورتيكوستيرويد، اشهر سايد افكت ليها الاوستيوبوريسيس اللي هي شاشه العظام، وان العظم يتكسر بسهوله يعني. ديت نتيجه ايه؟ نتيجه العلاج اللي هو الكورتيزون يعني. ريسبيراتوري انفكشن والانكزايتي والديبريشن، واللي عندهم دايابيتس او لونج كانسر او برونكيكتسيز. الديفرنشال دايجنوسيس، في حاجات كتير بتبقى شبه بتدخل شبه اللي يعني السي او بي دي في حاجات في حاجات يعني، مثلا في السيمتومز، مثلا في الساينز، ده كله او في الدايجنوسيس او لها نفس الشكل او كده. دي الديفرنشال دايجنوسيس بتاعهم. ايه هم الديفرنشال دايجنوسيس بتاع السي او بي دي؟ اهم حاجه فيهم الازمه. بعد كده عد بقى براحتك، كونجستيف هارت فيلير، في برونكو البرونكيكتسيز والتيوبركلوزيس التي بي وبرونكيولايتس والابر اير واي ديستراكشن والكرونيك ساينوسايتس، الجيرد اللي هو جاسترو اوسوفيجيال ريفلكس، والايز انهيبيتور اللي هو انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور، واللنج كانسر. دول كاسامي بس، المفروض كل واحده لها محاضره اصلا تتشرح فيها. تمام، بعد كده شويه اسئله كمراجعه يعني. اول حاجه السي او بي دي انكلود ايه؟ احنا قلنا مرضين، كرونيك برونكايتس، كرونيك برونكايتس وايه وانفيزيم. تمام، بعد كده الكاركترستيك سيمتومز اوف سي او بي دي، احنا قلنا في ثلاثه كاركترستيك سيمتوم اللي هم ايه؟ اللي هم ديزنيا وكف وحاجه كمان بس بيوت. تمام كده، تمام. الساين اوف سي او بي دي ده هنشرح بقى، هو مش الاسئله كده، الاسئله بقى عشان بس اللي هو ايه تلموا المحاضره يعني. الساين اوف سي او بي دي قلنا ايه؟ قلنا انسبكشن هنلاقي بارل شيب شيست، بالبيشن هلاقي فيه ديكريز للبي دي تي في اف، دي بالبيشن، بيركشن هلاقي فيه هايبر ريزونانس، واوسكالتيشن هلاقي فيه فيزيكولار بريزنج وذ برولونجد اكسبيريشن وديكريز بريس ساوند، وهلاقي فيه وذ كريبيتيشن. طب في سي او بي دي الفرصه اكسبيراتوري فوليوم على فرصه فايتال كاباسيتي بتبقى بكام؟ بتكون اقل من 70.
تمام 70%. الشيست اكس ري في الانفيزيما شو ايه الحاجات اللي احنا قلناها، لو فلات دافريم وقلنا الوايد سبيس والريب بتكون هوريزونتال، قلنا ايه تاني ان اللونج الهارت بيكون لينج ولونج لونج وسين او ريبون شيب شكل الشريط كده، واخر حاجه قلناها ايه اللي هو بيكون البرونكو فاسكولار مايكرو ماركينج ديكريز، انا مش شايفها عشان الاير الاير عامل سواد في اللونج فانا مش شايف. تمام، ايه هي اللاينز اوف تريتمنت اللي هو البرونكو دايريتور والجلوكو كورتيكويد وايه كمان وكومبينيشن ثيرابي ما بينهم وحاجات تانية بقى زي الاكسجين ثيرابي والحاجات اللي احنا قلناها. تمام، الكومبليكيشن اوف سي او بي دي احنا قلنا اربعه مهمين، ان هو النيوموثوركس كوربالمونين وريسبيراتوري فيلير والاكسيربيشن بتاع السي او بي دي. تمام كده، كده المحاضره خلصت، شكرا جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.